المنتدى بعنوانه يأتي تدعيما توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، وهذا ما ترنو إليه جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الأخرى. هو جاء لدعم هذه النظرة، أنه تدعيم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية. هذا هو المؤتمر متخصص في هذا الجانب، لأنه نحن نعرف أن الدول العربية لديهم مشاكل، لديهم نقص في المياه العذبة ولديهم نقص في الطاقة الكهربائية.